الإيمان. يأتي الإيمان وهو الأمور الباطنة، لأنها أمور متلازمة ظاهرة وباطنة، وبالتالي الإنسان إذا أتقنها وأجادها في الجانبين وصل إلى درجة الإحسان، إلى درجة الإحسان. وهكذا كلما وقفنا مع كلام الله عز وجل أو على أو مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم نجد هذا الترتيب، نجد هذا الترتيب. لكن في ظل ما يحيط بنا من فتن، وفي ظل يعني ضعاف العلم وضعاف القلوب وضعاف الإيمان الذين تسوروا على هذا العلم وانبروا إلى قضايا الإسلام والمسلمين وخاضوا فيها وقلبوا الموازين فيها، حصل ما حصل من خلل، حصل ما حصل من انحراف. فإذا لم يستصحب طالب العلم أو الداعية أو المتعلم أو العالم هذه الأولويات ويرتبها وأن لا يكون فيها تبع لهواء الناس أو تبع لرغباتهم أو تبع لشهواتهم أو تبع لأحوالهم، فإنه سيزل وسيضل في هذه الأبواب وهذه الأمور. فمن هنا تبرز هذه الأهمية لهذه الندوة وضرورة أن يكون فعلا لدينا من البحث في هذه المسائل وترتيبها وإبرازها، حتى إذا ما اتبعنا هذا المنهج وسلكنا انتظمت لنا أمور ديننا وانتظمت لنا أمور حياتنا وأمور معاشنا وأمور معادنا، وكل هذا أيضا يتبع الكثير الكثير من مسائل والقضايا، من أن هناك فقه للكليات وهذه الكليات تكون هي الأولى في الترتيب والتعلم، لأنه كما قال ابن تيمية رحمه الله من لم يكن لديه يعني علم بالكليات يرد إليها الجزئيات وإلا عاش في ظلم وجهل. نرتب كليات ديننا ونفقهها ونفهمها، ثم إذا جئنا إلى الجزئيات وإلى الفروع أعدنا هذه الفروع وهذه الجزئيات إلى هذه الكليات فيحصل هذا الترتيب، يحصل هذا الترتيب ويحصل بيان الأولويات والأوليات التي ينبغي علينا في خواه الله. نرجو إن شاء الله تعالى أن تحظى هذه الندوة بإذن الله تعالى بمشاركة الإخوة وكذلك بإضاءاتهم في هذا المجال، وأيضا تكون بإذن الله تعالى سببا للمزيد المزيد من الطرح لهذه القضايا. نحن لا نقول أنها يعني أول من يتكلم في هذه المسائل، تكلم فيها العلماء ويتكلمون وسيتكلمون ويتحدثون عنها، وما ذلك إلا لأهمية طرحها وطرقها، وخاصة في عالمنا المعاصر الذي يحتاج الكثير إلى تسليط الأضواء في هذا الجانب. أسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة فيما يبدونه ويلقونه من أوراق في هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأشكر الإخوة الذين ساهموا ونظموا هذه الندوة، وإن شاء الله تعالى إلى مزيد عطاء في هذا الميدان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.